إن لقاءنا اليوم بالتأكيد على أهم ما جاء في البرنامج الانتخابي للسيد المشير عبد الفتاح السيسي، والذي أثبت أننا جميعا كنا موافقين في اختيارنا له. إن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يطرح رؤية مستقبلية، فهو أول مرشح يضع خطة تنموية في كافة المجالات بما يحقق مفهوم الأمن القومي المصري، بل إنه برنامجا يختص بكل فئات الشعب، طفل وشاب، رجل وامرأة، يجمع حوله قلوب المصريين جميعا. في البداية المهندس إبراهيم عودة هيقدم لنا البيان الحركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا هطول شويه، فارقوا اتساع صدوركم، وهيبقى في خروج بره البيان لايضاح بعض النقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، رب العرش العظيم، القاهر فوق عباده، الحي القيوم على ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، والصلاة والسلام على من أرسل للناس كافة، الذي أوصى بمصر وبشعب مصر وبجند مصر خيرا قبل أن يدخل الإسلام إلى مصر، صلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا وجمعنا هنا أو في أي مكان من أجل مصر ومن أجل شعب مصر خالصا لوجهك وبعيدا عن أي رياء أو نفاق يا رب العالمين. السادة الحضور الكريم من أبناء شعب مصر، السادة ضيوف الحرق، السادة الإعلاميين الممثلين لوسائل الإعلام المحلية والدولية، بداية لكم التحية. أعرف كما تعرفون أنتم أيضا أن الوطن في لحظات تاريخية فارقة وحاسمة، وتهدده دوائر الخطر من الخارج والداخل، وتتآمر عليه قوى شر إقليميا ودوليا، ويطعن في جسد الوطن العملاء والخونة الذين يرفعون الشعارات البراقة، والذين كذبا حسبوا أنفسهم على ثورتي مصر، ثم سرعان ما يتقاضوا بالدولار واليورو ثمن هذا الدور القذر الذي يقومون به بلا وازع من ضمير أو انتماء أو ولاء أو وطني. ولهذا ندعو أن تتماسك كل القوى الوطنية الشريفة لنشكل معا كتلة صلبة تحفظ الوطن وتصد عنه العدوان والتآمر والخيانة، وتعمل على الوثوب والقفز بمصر وشعبها إلى آفاق المستقبل. ولكل هذا وبإحساس عميق بالمسؤولية والشعور بالخطر الذي يهدد الوطن، حدد الشعب المصري هدفه في الالتفاف حول الشخصية الوطنية القادرة على اجتياز تلك المرحلة بثقة واقتدار وعزيمة وتصميم، فوجد هذه المعايير في من استعاد لمصر وشعبها الإرادة الحرة والقرار المصري الخالص بلا ضغوط أو إملاءات أو استئذانات من أحد، كما وجد هذه المعايير في القائد الذي تحمل مسؤولياته كاملة ووضع حياته على كفيه وانحاز للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، أعظم ثورة في تاريخ البشرية، واستعاد مع الشعب المصري الوطن المسلوب من جماعات الجهل والخراب والإرهاب، العملاء الجواسيس خوارج هذا العصر، والذي أصدر الشعب المصري إليه أمرا بالترشح لرئاسة الجمهورية، واستجاب لهذا الأمر مضحيا بمنصبه المحصن دستوريا ومضحيا بحياته، والتي على أثر ذلك تعرض للعديد من محاولات الاغتيال من أجل تنفيذه لأمر الشعب. فتحية للقائد الذي يتمناه الشعب رئيسا ولا يرى غيره في هذه الفترة، تحية لشخص المشير عبد الفتاح السيسي. يا شعب مصر الكريم، في تلك الظروف الصعبة والتي يطعن في جسد الوطن العملاء والخونة والكاذبين الطامعين في السلطة والإرهابيين خوارج هذا العصر وأصدقائهم في تلك الدول التي تعتقد خطأً أو خطأً أنها تستطيع أن تهزم أو تقصر الشعب المصري، من أمثال قطر التي انقلب فيها الابن على أبيه وابنه عليه، والتي تستضيف القواعد الأمريكية على أراضيها، وتركيا التي يرخص فيها أردوغان الفاسد المرتشي اللص وحزبه الفاسد للبغاء، والتي استخدمت قواعدها لضرب العراق
والآن لدعم تنظيم القاعدة وجبهة النصرة في الحرب على سوريا بتعليمات من أوباما والإدارة الأمريكية الحالية الداعمة للإرهاب. تلك الإدارة المتآمرة على مصر وشعبها وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي تحركه أجهزة المخابرات الأجنبية والذي يتواجد في كل الدول العربية ولا يتواجد في إسرائيل، وحماس الإرهابية التي توجه أسلحتها لقتل جنودنا خير أجناد الأرض ولم توجه رصاصة إلى إسرائيل وقطعت وضيعت القضية الفلسطينية. نقول لهم جميعا بإذن الله ستقسمون وستهزمون وستخسرون، وهذا وعد وليس تهديد، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصر كنانة الله في الأرض، من أرادها بسوء قسمه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصرفون المليارات على الجيش الإرهابيين اللي في ليبيا واللي في سيناء، اصرفوا مهما تصرفوا مش هترقعوا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. أما الكاذبين الطامعين في السلطة الذين يحاولون الإيقاع واستخدام الشباب بشعارات زائفة ويدافع عن شباب الدعس الثورية، وثبت عليه أنه خائن لما قامت الثورة عشان نعمل سيادة القانون. القانون يطبق على الكبير والصغير، مش معنى ان في حد شباب خان وقبض بالدولار او باليورو ان احنا نتسطر عليه. نفس مجموعة الشباب دي اللي قعدوا مع المجلس العسكري بترشيح من بعض الناس، وقعدوا مع ممثل من الممثلين عرض عليهم شيك بخمسين مليون جنيه، كانوا بتحدثوا باسم الشباب بتوعنا على اساس ان هم يعملوا حزب، ورغم كده باعونا. ده حاجة من الحاجات. الممثل رجل وطني جدا والحاجة موجودة ومحدش يقدر يكذبني، انا عارف اسماء الشباب اللي قعدوا مين اللي رشح. ان من هؤلاء الكاذبين الطامعين في السلطة من يقول انه مرشح الثورة. عن انهي ثورة يتحدث؟ هل يقصد 25 يناير؟ فهو لم يكن فيها الا بعد سقوط نظام مبارك الفاسد، وارائه في ترشح جمال مبارك للرئاسة والتطبيل له ولأبيه معروفة وموجودة، ولو افترضنا ذلك فهو نزل انتخابات فيها والشعب اسقطه. أم يقصد 30 يونيو؟ فهو كاذب، فهو لم يكن فيها، وهو أو هم من تحالفوا مع الإخوان الإرهابيين في انتخابات مجلس الشعب، وهو أو هم من كانوا مع الإرهابيين في فندق فيرمونت، وهم من قالوا للشعب أن محمد مرسي الجاسوس الهارب هو مرشح الثورة، وهو أو هم من باعونا ورفعوا عنا الغطاء السياسي يوم الثلاثاء العظيم في الاتحادية. والشيخ جمعة عارف مين اتصل بيهم وقال لهم تعالوا باعونا؟ مردوش، قعدوا مع خير الشاطر وقعدوا مع محمد مرسي. وهو أو هم من وضعوا أيديهم في يد أبو الفتوح الإخواني في الميدان، وهو أو هم من أوهموا الشعب أنه لابد من النزول في استفتاء دستور الإخوان مع علمهم أنهم بذلك يخدموا الإخوان، وهو من اختبأ عند أخته وزوجها القيادي الإخواني حتى يرى أين ستذهب ثورة 30 يونيو وحتى لا يخسر علاقته بالإرهابي خير الشاطر والجاسوس مرسي، وظهر بعد أن نجحت 30 يونيو، وهو من جلس وعمل العلاقات مع إيران وحماس والإخوان، وهو من قال أنه لو ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للانتخابات فإنه لن يترشح، وهو أول من رشح نفسه في الانتخابات الحالية. فمن إذن يسعى للسلطة؟ أنا بنصحه لو نفسه يتقال عليه رئيس ممكن يجيب فلوكة ويبقى عليه رئيس. يا شعبنا الكريم، إن التحديات التي تواجه مصر وشعبها تقتدي أن نلتف حول الزعيم السيسي في حربه على الإرهاب، وحربه على الفساد، وحربه على الجهل، وحربه على المرض، وحربه على الفقر. ونحن من قراءتنا للمشهد واطلاعنا نرى أن هناك من الفاسدين الذين استفادوا من فساد مبارك ونظامه، واستكملوا فسادهم مع الإخوان المفسدين، من حاولوا التواجد حول المشير السيسي فوجدوا كل الأبواب مغلقة، لأن هذا الرجل كما قلنا من قبل أنه ليس له شلة أو حاشية، وكما قال هو أنه ليس محمل بجميل من أحد إلا المولى عز وجل والشعب الطيب. هؤلاء من يطلقون عن أنفسهم مصطلح رجل أعمال، ده بالنسبة لنا إحنا، ده مصطلح اللي يقول رجل أعمال بالنسبة لنا يبقى هو رجل حرام. فليس في الجمهورية الجديدة هذا المصطلح، ولكن هناك رجل صناعة أو رجل اقتصاد أو مستثمر جاد. إن من هؤلاء الذين يدعمون المرشح الذي ادعى الثورية الآن بعد أن وجدوا كل الأبواب مغلقة عند المشير السيسي،
وإنما من هؤلاء من كانوا يدعمون ويدخلون في مشاريع مع الإخوان ورجالهم ومن قبلهم مبارك ورجاله. وإن من هؤلاء من هم على استعداد لصرف الكثير من أجل إفشال المشير السيسي الذي انحاز للشعب البسيط والذي قال أنه لن يسمح بوجود احتقار لأي شيء. شلون سهمت إحنا إلى الآن اللي بيتحكم في القمح 3 وبيتحكم في السكر 3 وبيتحكم في اللحمة 3؟ بتشوفوا حضراتكم ان السكر اسعاره بتنهار عالميا، انا ممكن تباع عندنا بنص جنيه رغم كده اللي بيزيدنا ما بيرجعش. ليه؟ لان في احتقار، مفيش حاجه اسمها احتقار في الجمهوريه الجديده. واننا اذ نشيد بما ادلى به المشير السيسي من تصريحات تستعرض برنامجه وكانه كان في عقولنا باقتراحه حلولا غير تقليديه، وهو في احتياج الى دعم الشعب بخوض تلك الحروب ومواجهه هؤلاء الفاسدين الذين سيعملون على تحطيم هذه المشروعات التي ستنقذ البلاد والتي ستقفز بمصر إلى الأمام. وإننا إذ نرفض القانون الفاسد الذي أقره المستشار عدلي منصور بحجة أنه يحمل استثمار. يعني لما السعودية تحب تبعت فلوس هتبعتها مع رجل أعمال؟ لما الإمارات تحب تبعت فلوس تبعتها مع رجل أعمال؟ طب أي رجل أعمال طب متضايق ليه لما يبقى في قانون يحميه؟ ولكنه لغم وضع لإفشال المشير السيسي، وإننا نرى أنه تم فيه التدليس على المستشار عدلي منصور، وإننا كحرق أعددنا مشروع بقانون لتحقيق 4 أهداف، وده هنسلمه المهندس حمدي ونخليه هو يتحدث به. الهدف الأول حماية المال العام، والثاني حماية المستثمرين الجديين والوقوف بجانبه، والثالث غل يد المرتشين والمبتزين من صغار وكبار الموظفين والوزراء ومنعهم من ابتزاز رجال الصناعة ورجال الاقتصاد الجديين. وأنتم ترون كم وزير وموظف من نظام مبارك الفاسد ونظام الإخوان المفسد في السجن الآن. والهدف الرابع منح المواطن المصري حق الطعن على العقود الفاسدة بما أن له السيادة. يا شباب مصر، لا تنخدعوا بالشعارات الزائفة، وكفانا ما تم سرقته منا في ثورة 25 يناير بعدما قدمه شهداؤنا، والآن يحاولون سرقة 30 يونيو بنفس الأسلوب. يا شباب مصر، إن أخوكم المشير السيسي تحدث كما قلنا من قبل أنه في عقولنا عندما قال أن الشباب لابد أن يتم تجهيزه للمسؤولية لفترة من الزمن ووضعه في المؤسسات والشركات في صفوف التدريب تمهيدا للدفع به في قيادة البلاد، فهبوا لمساعدة الزعيم الذي لم يختبئ وراء منصبه العسكري المحصن أو يخاف عندما احتاجه الشعب، ولا تعطي الفرصة لأحد أن يوقع بكم في أن يظهركم أمام الشعب أنكم غير قادرين على تحمل المسؤولية وأن اختياراتكم تكون دائما خاطئة، كما حدث عندما أتيتم بالإخوان في 25، وكما حدث في 30 يونيو عندما أتيتم بالبلدع وحكومة البيبلاوي وحسام عيسى وزاد بهاء الدين واحمد البرعي اللي لسه دورهم جاي لازم هيتحاسبوا، ورجال الطابور الخامس. ونحن نقول للمشير السيسي اننا اخوتك وجنودك وراءك ايها القائد، بل امامك للقفز والوثوب بنا وبمستقبل وبمصر الى المستقبل الذي باذن الله يتحقق فيه ان مصر دوله عظمى، وهذا هو الحلم والذي سنحققه معك، واننا لن نتخلى ومعنا شعبنا البسيط عنك أيها القائد، بل سنكون أمامك لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، ويرى الشعب منك ما ينتظره منك وما يتمنه له ولأولاده ولمصر. يا شعبنا الكريم، لن نمل من شكر من وقف بجانبنا وبجانب مصر في الداخل أو في الخارج، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فتحية لكبير العرب أمد الله في عمره وثبت أرقان ملكه حكيم الأمة الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته وشعبه، وجعله الله دائما دفاعا ودفعا عن الأمة العربية والإسلامية. وتحية للرجال ابن الرجال الشيخ خليفة بن زايد رحم الله أبوه حبيب مصر، أمد الله في عمره وثبت أرقان ملكه وحكومته وشعبه. وتحية للأردن وملكها وللكويت وأميرها وللبحرين وملكها وللجزائر الشقيق وللزعيم القيصر فلاديمير بوتين ودولة روسيا. تحية لأقباط مصر الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، استوصوا بقبط مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة ينصر بهم الحاكم العادل،
والذين حرقت عليهم كنائسهم من الإرهابيين وصاموا معنا يوم 26 يوليو ورفضوا كل محاولات أمريكا والإخوان لجرهم إلى الفتنة. تحية لقضاء مصر وتحية لجيش مصر العظيم وشرطة مصر الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير أجناد الأرض وخير الجند الغربي، والذين يقدمون أنفسهم فداء لمصر ولهذا الشعب الطيب. يا رجال العسكرية المصرية، عندما مرت الرجولة بكم نظرت للأرض احتراما وتقديرا لكم، ويكفيكم ما قاله الله لأمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أما شهداؤنا جميعا، أيتها الأم الثكلة وأيتها الزوجة المترملة وأيها الإبن أو الإبنة المتيتمة، تعجز الكلمات أن تعبر عن السلوى لكم، ولكن يكفي كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. أما المرأة المصرية التي يجلها ويحترمها أبوها وابنها وأخوها الزعيم عبد الفتاح السيسي، والتي تحب ابنها وأخوها وأبوها الزعيم السيسي، هاجموك وسبوك وقتلوك أبناء نكاح الجهاد ونساء نكاح الجهاد، والذين يعلمون أن بناتهم وأمهاتهم وزوجاتهم كل نساء الإخوان نساء نكاح الجهاد، ورغم ذلك لم تخافي ولم تنكسري ووقفت ضد هؤلاء الخوارج. إلى المرأة المصرية، كنتن ملكات في الوقت الذي كانت فيه كل نساء العالم جواري. كانت منكم أم أحمص وهاجر أم إسماعيل أبو العرب، وماريا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسيا امرأة فرعون المرأة الكاملة التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فتحية لأنشودة العطاء والتضحية والفداء، تحية للمرأة المصرية. يا شعبنا الكريم، دعوة نتوجه بها جميعا إلى الله، وإن منكم من إذ أقسم على الله سيبره، ادعوها في جوامعكم وفي كنائسكم وفي حقولكم وفي مصانعكم. اللهم افتح لمصر البلد الطيب ولشعب مصر الطيب منهم أبواب رزق لا تنتهي إلا عند كرمك، واجعله حلال المورد والمصرف يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. عاشت مصر حرة، وعاش شعبها الصابر الطيب، يعز بإذن الله ولا يزل، يكرم بإذن الله ولا يهان، والله الموفق والمستعان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.